زي ما قلنا لحضراتكم ان كاميرا الابطال هتكون مع ابطالنا في كل مكان. طبعا كره اليد عشان هي اللعبه الاساسيه دلوقتي اللي مصر كلها بتبص لها، كاميرا الابطال راحت غطت المباراه او وعملت لقاءات مع الكابتن محمد يحيى طبعا المدرب العام. خلينا نشوف التقييد وارجع لحضراتكم. رجعنا بقى لنا حوالي شهرين، بدأنا تمرين مع كابتن طارق. بدأنا تمرين الأول في الملاعب المفتوحة طبعا في أهلي مدينة نصر. معظم الشغل الفترة اللي فاتت شغل بدني، بدأنا من حوالي شهر نشتغل شغل تكتيك في الملعب، اللعيبة ترجع تتمرن مع بعض، تعرف تحركاتك مع زمايلك في الملعب. الحمد لله يعني بدأت الدنيا ترجع واحدة واحدة يعني الحمد لله. المباراة الودية لها عامل كبير طبعا، على الأقل تاخد إحساس الملعب، إحساس الدفاع والهجوم مع زمايلك، تحركات التكتيك. شايف طبعا المباراة الودية طبعا مباراة مهمة، اللعيبة بتجيب نفسها في المباريات واحدة واحدة إن شاء الله. طبعا نستعداد لتكملة الدوري ان شاء الله. الماتشات الوديه دي بتقرب اللعيبه من بعضها، بتخلق روح التعاون بينهم، بتقرب من اللعيبه، بيبقى في تفاهم بين اللعيبه. طبعا الماتشات دي انت عارف طبعا مهما اشتغلت مع اللعيبه العدد القليل ده في فتره طويله، يشتغلوا فتره طويله لمده مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع من غير لعيبه المنتخب، فطبعا ما عشان برده بقاش في ملل في زهق، فانت الماتشات دي بتخرجوا من المده ده واحد اثنين، بتعلي الحاله البدنيه عنده والفنيه عنده كمان، وفي نفس الوقت بيحصل التجانس ما بين الفرقه. احنا حاطين البلان بتاعنا على اساس ان احنا ممكن في نهايه 9 نبدا نلعب الماتشين اللي هم متبقيين في الدوري موسم 19 20، ولكن لغايه دلوقتي مفيش قرار رسمي بيه. يعني انت حاطط البلان بتاعك لان لو اتلعب القديم، ولكن لغايه دلوقتي مفيش قرار رسمي هل انت هتلعب الماتشين الدوري الموسم السابق ولا هتلعب الدوري الجديد. لكن احنا في كلا الحالتين سواء هتبدا في اخر 9 في اول 10 الموسم القديم او الجديد، احنا ان شاء الله على تم استعداد وحاطين البلان بتاعنا وشغالين على كده. هتلعب تقريبا لو لعبت القديمه هتخلص الماتشات بتاعتك اللي هي الماتشين اللي فاضلين، لو ان شاء الله كسبنا الماتشين هيبقى في ماتش فاصل. عملنا ماتشات وديه ولسه هنعمل ماتشات وديه ثانيه، بقول زي ما قلت لحضرتك يعني ماتش عن ماتش الواحد بيحس ان هو واقف على رجله اكتر، وحاسس ان هو يعني بقى اقوى وبقى احسن وبقى اسرع من خلال التمرين طبعا اللي بيتمرنه، ومع الوقت يعني احنا كل ماتش عن ماتش المستوى بيعلى يعني الحمد لله. كل التوفيق لكابتن طارق محروس واللاعبين، الحقيقه باين عليهم الاجهاد، باين عليهم الشغل البدني جامد. انا لعيب وكنت لعيب وعارف اللعيب لما بيبان عليه الاجهاد. كل التوفيق لكابتن طارق محروس. والحقيقه برضه انا عايز اقول ان الصفقات في كره اليد ماشيه على قدم وساق. احنا ما عندناش طبعا يعني ما نقدرش نقول عن اي شيء بيجرى، ولكن طمنوا ان شاء الله كره اليد باذن الله هترجع لوضعها الطبيعي.